سؤال لم أتناول ولم أعترف منذ 8 سنوات. فما هي الطريقة لكي أكسر الحاجز الذي بيني وبين التناول؟ كما إني لم أقرأ في الإنجيل ولم أصلي بالأجبية. لازم تعرف إيه هي البركات اللي بتاخدها في التناول، هم عشان كده نفسك تشتاق انك تتناول. اقرأ انجيل يوحنا الاصحاح 6 اللي بيتكلم فيه عن التناول، بيقول من يأكل جسد ويشرب دم يثبت فيا وانا فيه. اعرف انك انت لما تتناول بتاخد بركة كبيرة وجسدك يصبح هيكل مقدس. حاول انك تروح تعترف وتتناول، ولو انك انت تاخد الاعتراف بطريقة تدريجية، يعني تتكلم عن خطاياك بصفة عامة. إن قدرت تقول تفاصيل قدرت، ما قدرتش خليها المرة الثانية أو لمرة ثالثة.